دكتور سليم، رئيس الحزب نعم الشيخ سامي قال بوضوح، يعني وضح هذه الفكرة وقال لن نقبل بسلاح خارج الجيش اللبناني والقوى الشرعية بعد اليوم، فهذه الحرب يجب أن تكون عبرة للجميع بأن السلاح المتفلت والخارج عن الشرعية لم يجلب إلى لبنان سوى العدوات الداخلية واستجلاب النيران والأزمات الخارجية. قالها بوضوح ووضح موقف الحزب تماما. لكن دعني وأنا فعلا أستفيد من عقلك الاستراتيجي دكتور سليم، هل فهمت ماذا تريد إيران؟ لأنه من جهة تفاوض الأمريكيين كما يقال، ومن جهة ثانية تقول نحن ندعم المقاومة، ومن جهة ثالثة تقول نحن نريد وقف إطلاق النار. هل نفهم ماذا تريد؟ ماذا تفعل إيران هذه الفترة؟ يعني هو إيران عندها سياسة ثابتة لم تتغير من وقت وبينت خاصة بعهد الرئيس أوباما. إيران تريد الاعتراف بدورة في المنطقة كقوة إقليمية عندها مصالح، وهي حاضرة أن تلتزم بالاتفاق النووي بشكل أنه يكون تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة النووية والطاقة الذرية، وتريد بالنتيجة أن تدخل إلى المجتمع الدولي من باب التعاون وليس من باب التنافس. هلأ بقيت موضوع الاعتراف، صار في اتفاق نووي ولكن بقى موضوع الاعتراف بإيران وتأثيرها على العواصم العربية الكبرى، لا سيما بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة، حتى بقي موضوع إشكالية. بقي الأمريكيون يعني نهار بيقولوا نعترف لإيران ونهار آخر يقولون لا نعترف بهذا الموضوع. هنا في للحقيقة ضبابية في الموقف الأمريكي الفعلي، بالرغم من أنه بالعلن الأمريكيين بيقولك لم نعترف ولم نعطي أي شيء لإيران. اليوم كل شيء بدأ إيران من بعد ما اندلعت 7 أكتوبر. إيران بتعتبر أنه كمان هذا الأمر هو قد يكون تثبيت لدورة كشريك مع الأمريكي في المنطقة. من هون لقينا المرحوم الوزير عبد اللهيان يكرر زياراته إلى بيروت لكي يبدو وكأنه هو المحاور مع حزب الله ليقنع حزب الله بالالتزام بضوابط معينة لهذه اللعبة، وبذات الوقت يصر على نصرة القضية الفلسطينية ويطلب من الأمريكيين التعاون، والأمريكيين يطلبون من التعاون كذلك. لكن اللي ما اعترف بهذا الدور الإيراني ليس العرب حقيقة، ولو أنه العرب ما بحبوا كتير يشوفوا إيران تمدد أذرعتها في المنطقة، اللي هو إسرائيل. لأنه كتير أوقات ننسى أنه الطرف الأساسي اللي عنده حق النقد وقد يكون بكثير من الأيام هو صانع السياسات الإقليمية هو إسرائيل، اللي ما بده يشوف دور شراكي مع إيران لسبب أول شيء أنه بيعتبر أنه السنوار وحماس هني عندهم والضيف وكلهم هني عندهم شراكة كبيرة مع إيران إذا ما كانوا على تعاون أكثر من شراكي يعني، وهودي ضربوا أمن إسرائيل بالعمق، وبيعتبروا أنه كمان حزب الله اللي قدر عمل معه تفاهمات ومن وراها إيران لإشاعة الأمن والإطمئنان على حدود لبنان أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، هذا الشريك غير المعلن يعني لضمان الحدود، هذا الشريك أعلن أنه هو حاضر يفتح حرب إسرائيل لم تبدأ بها وقادر حقيقة يصيب إسرائيل بالعمق. وكأنه إسرائيل اليوم اللي كانت ممكن تشتغل على تفاهمات مع إيران معينة أصيبت بالصميم، إذ أنه إيران لا ترى ما تريد إسرائيل بقدر ما ترى ما تريد أمريكا، لأنه هي القوة العظمى اليوم التي تريد أن تصنع معها اتفاق. من هون عندنا أوقات نوع من تخبط في وضوح الصورة، غموض في وضوح الصورة، ومن هون منلاقي أنه في سقوف معينة لهذا الصراع. لا إيران تريد أن ترهق كاهل أمريكا
بضرب صواريخ بالألاف قد يكون على إسرائيل، هذا لأنه هذا يعني نقطة لا رجوع مع أمريكا، يعني الحرب الحتمية. وكذلك الإسرائيلي لا يريد أن يغيظ أمريكا بشكل أنه الأمريكيين ما يعودوا ينصروا إسرائيل بحال تعرضت كما تعرضت بالماضي القريب لهجومات، إن كان عبر حدودها أو إن كان بالصواريخ الباليستية. فالكل يراعي الكل بسقوف معينة، هذه حرب وجودية ولكن لا لإسرائيل وللفلسطينيين، هنا يستعملوا كل الوسائل الممكنة ضد بعضهم، ولكن ليست حرب وجودية لإيران ولا لأمريكا ولا حتى لحزب الله. وبالنتيجة بتلاقيهم ما بيستعملوا كل القوة اللي موجودة بين إيديهم واحد ضد الآخر. طيب استاذ سليم الصايغ، لو بروفيسور كان معنا قبل قليل النائب سيزار أبي خليل، وهذا سيكون سؤالي الأخير لجنابك، كان قال أنه في مسألة انتخابات الرئاسة اللبنانية وبسبب ما حصل من تطورات، يعني على اعتبار أنه حزب الله بعد الحرب غير حزب الله ما قبل الحرب، أنه ورقتا سليمان فرنجي وقائد الجيش سقطتا من المعركة الانتخابية ولابد من رئيس توافقي. هل حزبكم يوافق على هذه النتيجة إذا صح التعبير، أنه سليمان فرنجية وجوزيف عون أبعدا عن المعركة الرئاسية الآن وسنذهب إلى رئيس توافقي؟ يعني هذا قد يكون ما يتمناه الوزير سيزار خليل، إنما الواقع هو غير ذلك أبدا. نحن اللي عم نسمعه اليوم أنه الذهاب إلى رئيس توافقي باسم الرئيس بري الذي هو مكلف من قبل حزب الله بقيادة هذا الملف السياسي، وبالنتيجة لم نسمع أبداً أنه هناك حق نقد يمارس أو نقد يمارس ضد أسماء مثل الحضرة ذكرتها قائد الجيش، وخاصة قائد الجيش، بل على العكس عم نسمع أكثر وأكثر إنه الوضع وصل إلى نقطة يعني فوضى في الداخل اللبناني، فوضى محتملة، لأنه اليوم في عندك 1,200,000 نازع في لبنان، كثير منهم حاملين أسلحة فردية، مفهوم ليش حاملين أسلحة فردية، لأنه خايفين هائمين على وجههم، ما عندهم بقى محل يروحوا عليه، وعندك بالمقابل كل اللبنانيين مسلحين أسلحة فردية متفشية وغير منظمة أغلبها. إذن الفوضى المحتملة تتطلب الفوضى المحتملة نوع من حزم وقيادة قادرة على تحريك القطاعات العسكرية بحنكة وبحكمة وبقوة، مما يعني أنه يجب رح نشوف أكثر وأكثر برأيي، إن كان بسدة رئاسة الجمهورية أو إن كان بشكل من حكومات انتقالية أو غيره، رح نشوف دور أكثر وأكثر لقيادة الجيش بالمرحلة المقبلة.